السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. شهدت العاصمة بغداد انتشارا واسعا لميليشيا السرايا التابعة لمقتدى الصدر، وذلك بالتسيير أرتال كبيرة بعد توتر حصل بينهم وبين ميليشيا كتائب حزب الله في مشهد يعكس حالة الانفلات الأمني وهيمنة الميليشيات. لنشاهد. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر أيضا يبين جانبا آخر من استعراض ميليشيات السرايا أو ميليشيا السرايا التابعة لمقتدى الصدر بأسلحتها في شوارع بغداد، كما قلنا بسبب نزاع أو خلاف مع ميليشيا كتائب حزب الله على أرض زراعية في منطقة الدورة. لنشاهد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. سيف علي يقول: عصابات على مود قاع، وهاي صايرة هواية، أراضي يستولون عليها ويتعاركون عليها. تعليق من كرار يقول: لعد مو حكومة قالت أو مو الحكومة قالت راح تحصر السلاح بيد الدولة، صارت بالعكس، السلاح حصر الدولة. صالح يقول: وإلى متى نبقى بلا قانون ولا حكومة؟ تعليق لدينا من مهند العبيدي يقول: البلد ما زال تحكمه الأحزاب والميليشيات، اقرأ عليه السلام. ننتقل مشاهدينا الكرام الآن إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. قامت قوات مكافحة الشغب بقمع الخريجين التربويين والإداريين غير المحاضرين في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية أثناء تظاهراتهم المطالبة بالتعيين. لنشاهد. ثورة! تعال سوي شد! ثورة! امشي! ثورة يا علي! ثورة يا علي! ثورة يا علي! ثورة يا علي! نشوار! نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. أعلن الخريجون التربويون في محافظة النجف بدء الاعتصام المفتوح في شوارع المحافظة بعد تجاهل مطالبهم لثلاث سنوات، فبعد كل هذا التهميش تواصل حكومة السودان المماطلة ولم توقع على الكتاب الذي يمنحهم حق التعيين. لنستمع. والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين. نحن شريحة الخريجين التربويين والإداريين في محافظة النجف الأشرف. بعد التهميش الذي طال ثلاث سنوات، الآن كتابنا في مجلس الوزراء أمام محمد شياع السوداني.
ويحتاج توقيع فقط من رئيس الوزراء، لكن رئيس الوزراء يتغاضى عن الرفض أو الإجابة. سنعتصم من يوم الأحد القادم إن شاء الله في محافظة النجف الأشرف، ونقطع جميع الطرق حتى يتم تحقيق مطالبنا. دورة يا علي، دورة يا علي، دورة. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الملف. الخريجون التربويون في محافظة النجف قاموا بإغلاق مديرية التربية في المحافظة خلال تظاهراتهم المطالبة بالتعيين. لنشاهد. نبقى معكم في هذا الملف مشاهدينا الكرام، وننتقل به إلى مقطع آخر، حيث قامت قوات مكافحة الشغب بالاعتداء على الخريجين التربويين والإداريين المتظاهرين أمام مبنى تربية محافظة النجف المطالبين بالتعيينات. لنشاهد. كلكم مصابين؟ وين اصابتك؟ انا خريج تربوي، اطالب بحقي، اطالب بالعقد اسوته من اخوتي الخريجين الباقيين المحاضرين، هو اقل ما اطالب به انا من هاي الدوله. وهذا النتيجه مالتي، وهذا الرد. خالد حبيب رابط طبي على سلمان. الشباب يا ولد. حسين رابط طبي على سلمان. شنو اصابتك يا قلبي؟ ضربوني بالبورين. راسك حبيبي. شو صار الاعتداء عليك؟ هو من قبل الشغب. اي اثناء ما دخلنا المظاهر هم اللي اعتدوا علينا. نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشان هذه المقاطع. نورسين اركان تقول: ليش كل هذا القمع والتعدي؟ اللي دي يصير كل اللي مطالبين به حقوقنا. نحن مجموعه من الخريجين التربويين والاداريين، خرجنا من اجل نيل حقوقنا المشروعه وليس لغرض آخر من التخريب أو ما شابه ذلك. تعليق من باسم محمد يقول: منصورين أخوتنا الخريجين، يجب إضافة فقرة في الموازنة للخريج الغير محاضر، لأن والله قاعد يضحكون علينا، ويجب على كل على مجلس النواب التصويت على أول قانون العقد أو على أول قانون العقد مطلبنا. طيب، بشرى تقول: أغلب الخريجين اتعدت أعمارهم 30 عام بدون وظيفة. تعليق لدينا من سلمى الموسوي تقول: نأسف للوضع الذي يمر به شباب النجف، لو هناك دولة كان فتحت مصانع ومعامل وتم تعيينهم بها. مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم. معنا الآن السيد عبد الرزاق من بابل. تفضل يا عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالبداية أحب أهني أخوتنا بالوطن، أخواننا المسيحيين بعيدهم المجيد اللي هو عيد القيامة، فنبارك لهم ونبارك كل عراقي شريف غير على بلده. أما بالنسبة للموضوع المظاهرات اللي طلعت أو عرض السلاح اللي طلع من قبل الميليشيات، نعم. احنا عندنا مثل يقول: ما شفناهم من يقول شفناهم هم يتعاركون يتقاسمون. ف على أرض زراعية، شوف الانفلات الأمني والفوضى اللي سواه واللي خلقه والرعب، يعني على مسائل تافهة.
أنا أقول وين هذا اللي يدعي الإصلاح ويدعي الأمن ويدعي الوطنية؟ إذا هم ما يفكرون بالبلد، ما يفكرون بالوطن، يعني يفكرون على مصالحهم. ذولا جماعة يعني ذولاك والله نقول يعني ذولاك هم بالأساس يعني هم اللي يعني باقي لك البلد من رأس الرجلية. لكنه هذا اللي يدعي الإصلاح ويدعي الوطنية، يعني جماعة ذولا من طلعوا واستعرضون بالسلاح مالتهم، طلعوا بكيفهم، حتما أمر من عدة زين. أنت قل له طلعت على مجرد قاع زراعية، ليش ما تطلع انت بهذا الناس؟ ما اريد نشجع على الفوضى، ما اريد نشجع على العنف، لكنه انت ليش من فرضه وهذا سانت ليجو شو ما طلعت؟ ليش ما السؤال ما طلعت؟ السؤال سيد عبد الرزاق، انه بعيدا عن قضيه الحث على العنف والفوضى، الموضوع هو السؤال الذي يطرح الان، لماذا لا تسخر هذه الجهات التي تقول بانها جهات وطنيه، بانها جهات تخشى على مصلحه البلد، على الشعب العراقي؟ لماذا لا تقوم بتسخير هذه القوى العسكرية في سبيل حماية المواطن، في سبيل استرداد حقوق العراقيين المسلوبة، في سبيل محاربة الفاسدين، في سبيل القضاء على الميليشيات، على الفوضى، إن كانوا هم كما يقولون هم أصحاب السلاح النظيف، هم أصحاب السلاح الوطني، هم أصحاب سلاح المقاومة الذي يخدم الوطن والشعب؟ طيب أين هم إذن من كل الظلم الذي يقع على المواطن العراقي الآن، نتيجة الفساد، نتيجة الحكومات المرفوضة التي تسلطت على رقاب العراقيين؟ لماذا لا نرى هذا السلاح يصب في مصالح العراقيين؟ لماذا نراها دائما تستخدم ضدهم؟ هذا ينطبق عليهم المثل اللي يقول القوم في السر ليس القوم في العلم. أخي ذولا كلهم إيتهم وحدة، متكاتفين ومتفاهمين على هذه تقسيم مثل ما سمتها هاي النائبة الكعكة، فهم متفقين على كل شيء، على تقسيم البلد. أما يطلع لك استعرض لك بأنه هو وطني وهو مصلح، هذه شعارات، وإحنا هذه شبعنا من عثل الشعارات. أما بالنسبة للطلبة المتظاهرين بحقوقهم، هذا مثل ما يقول مثل فوق حقة دقة، يعني هو هذا كمل سنوات عمره وتعب على نفسه وأهل الصرفة وعليه حتى على مود يتعين، لكنه مكان ما يلقى المكان ما المربوع يجي السلاح، تجي الضربة من قبل الأجهزة الأمنية، وهذا هو معيب يعني الصراحة. شكرا جزيلا لك. سيد عبد الرزاق من بابل، أشكرك للمشاركة معنا. السيد أبو عمر من الناصرية، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم. وياك أبو عمر التسليم من الناصرية، رمضان كريم علينا وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، علينا أجمعين إن شاء الله، تفضل يا أبو عمر. طبعا بالنسبه للخريجين اللي يطلعون يطقوهم زين، هذا استهتار، هذا استهتار بالبلد، يطلع على حقه ينقتل زين. عم محمد اسمعني وياك، يطلع على حقه ينقتل. ذولا هسه على قطعه ارض زراعيه طلعوا بسلاحهم، يعني ذولا كلهم متكاتفين مثل ما تفضل لك من الساعه القبيل يحكي. ذولا عم متكاتفين، ذولا مشكله، ذولا احزاب، هاي الاحزاب مشكله زين. يعني خريج خطيه يطلع على حق يقمعونه، يعني ايش يسوي؟ ما ادري ايش يسوي. انا بس اريد يعني اريد اربط اللي دا يصير للمتظاهرين، كل المتظاهرين في العراق اليوم اللي يطلعون لاي طلب او لاي مطلب، نربطها بالتغريده اليوم اللي نشرها محمد الشاع السوداني، اللي بمناسبه ذكرى احتلال العراق هو يقول بانه هذه ذكرى سعيده للخلاص من الدكتاتوريه، هذه ذكرى لانطلاق الحكومة الديمقراطية، العراق الجديد، عراق الديمقراطية والحريات. هذه الأمور أو هذه المناظر اللي نشوفها اليوم بالشارع، اللي هي عبارة عن الاعتداء على المتظاهرين، ضرب الخريجين، ضرب كل من يتظاهر للمطالبة بحق، أليست هذه نوع من أنواع الدكتاتورية؟ أليس هذا قمع للحريات؟ أليس هذا تكميم للأفواه؟ وين العراق الجديد، العراق الديمقراطي اللي بيه حريات وبيه لغة حوار من المشاهد اللي دا نشوفها اليوم بالشارع؟ طبعا بالنسبة عن محمد، ماكو حرية، ماكو، هاي كذب، هاي كله يعني كلام كاذب، ما كلام صادق. ماكو يعني ماكو الشعب العراقي يعني هاي ما دكتاتور، هاي يا دكتاتورية، انت حطمت قياس الدكتاتورية. انت طلعت الدكتاتورية زين ولا يا حريات، هاي الحريات هاي عندكم بياناتكم انتو،
بس لكن الشعب لا ما عنده حريه الشعب. الشعب يكتلونه يطقونه عادي. اجاي حاكيك اجدك بيت من الشعور طلعنا تشرين الناصريه. جد طينا 800 شهيد و30 الف جريح. نعم. زين دول خلي يسمعوني هم خلي يسمعوني. هم سووا بينا هاي يعني جسر الزيتون خاص خاص من البشريه. هاي يا حريه. يا حريه عندكم هاي ما جبتوها الحريه عمي جبتوها انتوا كله قمع وسليم براحكم جاي تشتغلون يا السودان كله عود كاذب عيب عيب عليكم والله عيب عليكم دمرتوا العراق عمي نعم انا اشكرك سيد ابو عمر من الناصريه شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركه طبعا ننتقل وياكم مشاهدينا الى موضوع اخر لدينا في هذه الحلقه نقل أحد الناشطين معاناة إحدى الأسر في محافظة ذي قار حيث تسكن في خيمة تم صنعها من أكياس الطحين حيث لا تملك تلك الأسرة أي راتب تقاعدي ويعيش أصحابها على الأعمال اليومية والتي قد تكون متوفرة وأحيانا أخرى ليست متوفرة وتزداد المعاناة أكثر مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتقاعس الحكومة عن دعم هذه الشريحة من المجتمع في بلد الموازنات الانفجارية دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام ماذا لدينا من مقاطع بشأن هذا الموضوع في حلقتنا لهذا اليوم عايشين بالشارع ومسوينهم بيت من قواني فحلمهم راتب وهسه لو الراتب نقول مثلا ذاك المبلغ اللي يخالف بس يقول أنا أريد أصرف على أطفالي على عائلتي أريد اللي راتب وهذه دعوة في مكتب وزير العمل السيد وزير العمل السيد محافظ ذي قار المفروض تكون عندنا لجان متابعه هاي العوائل اللي موجوده عندنا المفروض نتابعها ناس يستحقون الاحترام ويستحقون التقدير ويستحقون انه نتواصل وياهم على اقل شيء يحتاجون راتب والله عيشتنا شوفت عينك اي والله احنا يعني ورا عيشتنا اللي حصلنا شيء مثلا شغل عمل حراسه منا احنا ضالين ما قادرين الشارع على مود نروح للمصدر الصبح ونرجع اللي حصل يوم نحصل ويوم ما نحصل ولا تغائد ولا عاطلين سجلنا من 2016 تقريبا دبينا انا واخوي دبينا انا كل واحد 10 معاملات وما طلعت سمعنا ادري تصير ما تصير بعد يوم والله تاكلون شو تشربون والله على كل نعمه ناكل بس يعني مو اسمه إذا طلعت الشغل تحصلها 25,000 صرفهن على الجهاد وإذا ما حصلت يعني ما تحصل شيء ما تأكل شيء نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الملف سلط ناشط الضوء على معاناة إحدى الأسر الفقيرة التي تسكن في عشوائيات بمحافظة المثنى حيث لا تملك الأسرة بطاقة تموينية ولا راتب رعاية اجتماعية لنشاهد عائلة شبه الشارع وين سيد الوزير؟ وين سيد المحافظ؟ يسوي لنا شارع يعني والله ملينا ويسوي لنا طريق حنطلع للخارج. طونا لجوء حنرجع من العراق، بطلنا ما اريد العراق ولا اريد شيء. امشوا عليكم الله واقسم عليكم بالله بان يسوي لنا حبس كل شيء ما اريد اريد نطلع عن العراق اريد نطلع عن ملكية العراق دولهم يشيلون دول اخر احنا شو ماركين هسه من العراق؟ ما ماركين اي شيء. ما تجاوز اي شيء ما ماركين. هذه جمعه وايد هاي مين شيء خرسان والله خرسان والله العظيم كف خرسان وهم مريضه وما اتمنى لك اي شيء هذا شهر رمضان مبارك عطني صوتي للوزير اريد يساعدنا مريضه الله وكيلك مريضه سمتي جي مكومه من جوات النور مريضه ما عندها خلق تعبانه الله يسعدكم وين شيعتنا وين غيرتكم وين هالغيره وين هالظلم شوف استاذ الوزير سيد المحافظ يقول انا اخذت علي ما ادري من عشيره يوميا احنا جاينا محافظ امشي للمحافظ السابق يقول اجاك محافظ بعد واحنا يوميا ما نعرف ياهو زلمه يوميا محافظ ويوميا يقولون نروح للمحافظ ويوميا محافظ الغمان سيد عباس اهل الديوانيه نواب الديوانيه محافظ لا تقصرون ناس فقراء الله يوفقكم لعدم التجاوز لا عمل ولا شغل هذا الرجال هاي غرامة طلعوها بالشارع قالوا لك خمسة أيام وشي مشاهدينا الكرام نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود ابقوا معنا
من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا، من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار، من شهدائها وأسراها وجرحاها، من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة. نأتيكم في برنامج من فلسطين، عينكم على الأرض المحتلة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم ما لدينا من مواضيع في حلقتنا لهذا اليوم، ونكمل مع فقرة أو الموضوع المتعلق بالفقر في العراق. نصل إلى هذا المقطع الذي سنعرض فيه معاناة العائلات الفقيرة القاطنة في العشوائيات في منطقة الشنافية بمحافظة القادسية بعد شروع الجهات الحكومية بعملية هدم لمنازلهم وإعطائهم مهلة لمن لم أو لن يتم هدم منزله. دعونا نشاهد. نهضة حاليا، شوفوا شلون يرضون ورا العالم، شوفوا شلون يفلشون بيهم، يعني شوفوا شلون فلشوا البسطيات هذا ابو الشبل، بس بابا ابو الشبل جاي يسوي، يعني ليش مفقيه ناس على باب الله؟ يعني انا الحكومه تعجب عليها، يا اخي وفر لي بديل، وفر لي بديل وانا اشيل، يعني انت لا توفر لي بديل لا كذا، وتريد من عندي، وانا رجال عندي ايجارات وعندي مرضى وقاعد بالايجار وعندي التزامات. شوف بابا ابو الشبل، بس بابا ابو الشبل ايش يسوي؟ هاي امانه بغداد، امانه بغداد، شوف ايش تسوي بابا. شوف شلون بلشت الغراض مالتهم؟ يا اخي انا وياك، تقول لي منظر غير حضاره وياك، بس سوي لي بديل، انطيني راتب، سوي لي محلات، يعني هذا ابو الشباب شوف ايش سوى بالعوائل، وهذا اللي عنده مريض وايم ثاني جهاله، والله عيب، والله خطيه. طبعا مشاهدينا الكرام، ما شاهدناه الان هو كان لاحد المواطنين الذي ينتقد هدم الجهات الحكوميه بسطيات الفقراء في منطقه النهضه ببغداد دون توفير البديل لهم. دعونا نشاهد بعض التعليقات التي وردت بشان هذه المقاطع. حسين الخفاجي يقول: هذا يحصل في بلد من أغنى بلدان العالم. تعليق لدينا من المالكي أبو حيدر يقول: لا تستغرب كل شيء بهذا البلد المسمى بلد الخيرات، والذي خيراته بجيوب الفاسدين متقاسمي الكعكة بحسب اعترافهم. أحمد مجبل العياشي يقول: أولا قبل تنفيذ قرار رفع التجاوزات يجب توفير البديل قطعة أرض، ثانيا يتحمل المسؤولية من سمح للمواطنين بتشييد دور سكنية في أرض محرمة للدولة. حاتم الشحماني يقول: اتقوا الله لهذا الشهر الفضيل، هم بالشنافية بالحدود وهم تريدون تشيلوهم، هاي الأراضي بالشنافية شكثرها، انطوهم مكان وابني لهم. معنا اتصال. السيد صباح من بغداد، تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا الموضوع الاستحواذ على الأراضي، وهي كلها الأراضي أراضي للدولة، واحنا نعم. نشوف أغلبية المستنزهات، يعني الحدائق والمكانات الراقية في داخل بغداد، الساحات الألعاب وغيرها، نعم. كلها تم الاستحواذ عليها من قبل المكاتب الاقتصادية اللي تابعة للحشد اللي يسمونه حشد مقدس. نعم. فهذه الطريقة هي غسيل أموال، يعني يجون يأخذون أملاك للدولة أراضي، يبنون عليها مجمعات، يبيعوها للمواطنين مثلا المتيسر حاله، ويطلع هو ما مسوفة شيء، يعني مجرد استثمار بطريقة مو شرعية. احنا نسأل هنا محافظ بغداد وين على هاي الأمور، أو المحافظين المحافظات الباقية والرئيس الوزراء، اللجان الموجودة اللي يسموها مفتشية أو النزاهة، وين بس على الفقراء يجون؟ زين انتم بدل ما تسوون هيك تهيمنون على كل الاراضي والمكانات الترفيهيه وتقلبوها الى مجمعات سكنيه، نعم. وتقضون على موضوع التشجير والاشجار والمتنزهات الموجوده، نعم. يعني بدل ما تسوون انتم تشجير تجون انتم المكانات اللي بيها خضره وبيها اكسجين تجون تقضون عليها، تسوها مدن مثل مطار المثنى عندك، والزوراء الان يريد يسوون عليها فره، والدوره وبساتين الدوره والتشجير والنخيل، نعم. الموجود كل هالمناطق تم ازالتها الزراعيه وقلبوها. طيب سيد صباح، بالمقابل ده نشوف الناس اللي عايشين بالعشوائيات اللي ما عندهم سكن، اللي ساكنين بالتجاوز، واللي بأي لحظة يتعرضون إلى هدم منازلهم وطردهم منها. طيب ذولا ليش ما تتوفر لهم
أماكن بديلة سواء أصحاب البسطيات سواء اللي ساكنين بالعشوائيات، في سبيل أنه لا تتشرد العالم وتكون بالشوارع نايمة وهذه العوائل كلها تنشمر هي وأطفالها في الشارع. ليش ما يتم استغلال كثير من المساحات مساحات الأراضي الموجودة في العراق واستثمارها في تشييد مجمعات سكنية بتسهيلات للمواطن في سبيل أن يحصل على سكن ملائم له والعائلته، وأيضا نخلص من سالفة العشوائيات الموجودة؟ أستاذ محمد، هذا الموضوع المسؤول عليه الأول والأخير هم الناس اللي صعدوا من هاي المناطق البرلمانيين. أول يقول لك احنا نمثل أصوات اللي انتخبوهم، ورئيس الوزراء إلى دور، والمرجعيات بخطبة الجمعة في كربلاء والنجف ما جاي تتطرق لهذا الموضوع اللي هو بائس حقيقة. أنتوا هذا المواطنين أغلبيتهم اللي قاعدين بالعشوائيات ما عندهم أملاك، ما عندهم قطع أراضي ملك، ولازم رئاسة الوزراء أو رئاسة البرلمان، أي مواطن عراقي إلى حق التمليك أرض. أنتوا هاي الصحراء الموجودة عندنا وأطراف بغداد والمحافظات الموجودة الواسعة كلها أراضي المفروض بها تسوون مجمعات سكنية، وإحنا عندنا نفط تطون للصين لأي دولة تريد تتعاقدون وياها، نفط أسود في سبيل تيجون مستثمرين شركات وتبنينا بناء عمودي يستفاد منه المواطن العراقي. لكن المرجعية والبرلمان اللي صاعد من هاي المناطق ورئيس الوزراء اللي هو تابع الحزب الدعوة ما لهم يعني ما لهم دور بهذا الموضوع، بالعكس هم صارم عبء على ذول الناس. وشوف هسه الإعلام الأصفر مالتهم يطلع يقول لك عشوائيات، شوف مدير البلديات مالتها يجي يجرف لك بالمحلات ويجرف لك بالبسطيات والأسواق والبيوت دون أن يطرحوا حلاً، دون أن يطرحوا حلاً أو بديلاً. الحل موجود لكن الحكومة ما تريد حل ولا المرجعية بالجمعة تخطب بهذا التوجه. يعني الكل راضي أن تكون عشوائيات في العراق، وإحنا بلد الخير عندنا نفط وملك الناس أراضي صحراوية هواية وابنوا بها مجمعات مثل ما بنى المالكي، والناس أغلبية المستثمرين هم تابعين إلى أحزاب أو تابعين للحشد. ليش احنا ما نعرف هاي منو جاي يستثمر منو جاي يسوي غسيل اموال؟ طيب. بحجة بناء مجمعات واستثمار بالعراق بناء هي لهم كلها، لكن المواطن العراقي شنو اللي جاء من عندها؟ لا شيء، صفر، قاعد بعشوائيات والدولة ما تملكه. سيد صباح، اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. مشاهدينا، وردتنا بعض الرسائل دعونا نقرأها لحضراتكم، وكما نوهنا في بداية البرنامج بامكانكم ان تشاركوا عن طريق خدمة الواتساب عن طريق الرقم المخصص لهذه الخدمة بإرسال ما لديكم من تعليقات أو يعني مشاركة أو رأي معين بشأن مواضيعنا. السيد مبروك من الإمارات يقول: تحية لك أخي محمد وللصوت الناطق الرافدين. محمد الشيع السوداني يريد أن يجعل من ذكرى احتلال بغداد والعراق مناسبة سعيدة لجعلهم ينعمون بالفساد ونهب ثروات الشعب، فهم عن أي حرية يتحدثون في هذه الذكرى؟ عاش العراق. شكرا سيد مبروك. معنا رسالة من أبو أنس العبيدي مخيم الهول يقول: السلام عليكم، بس نريد نعرف أشو من طبوا الدواعش للمناطق السنية، شفنا ناس كثيرة طلعت تنبح وتعوي، وهسه الميليشيات محتلة جرف الصخر وتمنع العوائل من العودة لبيوتهم، والله التاريخ ما راح يرحمهم السياسيين السنة، ولهم الخزي والعار لهم ولمن والاهم. شكرا يا أبو أنس العبيدي من مخيم الهول. مشاهدينا، نكمل ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة وننتقل إلى موضوع آخر ضمن مواضيعنا. رصد ناشط تلكؤ العمل بالشارع الرئيس في منطقة التأميم الذي يربط مركز مدينة الرمادي بالمناطق الغربية لمحافظة الأنبار أكثر من 3 سنوات بحسب الناشط، والأعمال متلكئة ناهيك عن الأضرار الناجمة من الأتربة والأوساخ التي تسببت بأضرار للبيوت القريبة من هذا الطريق. دعونا نستمع. شارع الرابط بين جسر القاسي المعروف لدى الجميع شارع 60 وأيضا منطقة التأميم وصولا إلى مناطق الخنشكيل، وهذا الشارع أصبح عبئا على أهالي المنطقة نتيجة الأتربة وأيضا يعني إهماله من قبل المعنيين. على حكومة الأنبار متابعة الشركة المنفذة لهذا الطريق. بحسب الأهالي وبحسب الساكنين في هذه المنطقة، هذا الطريق يعني قرابة 3 أعوام وهو على قيد الإنجاز، لا زال لغاية الآن. يعني مثل ما تشاهدون يعني الأتربة، نقولها بالعامية والله عمي الله يعين هاي المناطق الساكنة هنا. راح نتحدث مع أحد المواطنين بهاي المنطقة، يعني حتى إنه هذا الطريق
يعني شقد صار له من محل العزيز؟ وهذا الطريق وين يربط بالضبط؟ أخي العزيز هذا الطريق صار أكثر من 3 سنوات هذا على وضعه هذا، هذا الطريق ربطه طبعا طريق استراتيجي يربط ما بين بغداد إلى المناطق الغربية، وهذا طريق المساعد على الطريق السريع، طريق حيوي طبعا بالمناسبة، لكن إهمال المحافظة وأنا أقصد هذا إهمال المحافظة وإهمال بلدية الأنبار، وأنا راجعت أكثر من 1000 مرة هذه من الدوائر، لكن ما توجد أي إذن صاغية لهذا الموضوع، مو بس بالمناسبة هاي بهذا الشارع، وإنما حتى هاي المنطقة اللي هي قادسية الثانية والأساتذة وغيرها، إهمال جسيم من قبل المحافظة من قبل بلدية الأنبار. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا مع هذا الموضوع. انتقد ناشط من محافظة النجف التجاهل الحكومي لأعمال صيانة الطرق والجسور في المحافظة متسائلا أين تذهب الأموال التي تخصص للصيانة. لنشاهد. طبعا حاليا أنا واقف بنفق العسكريين اللي هو الفلكيمان مدخل المقبرة أو ركن حي الرحمة مسمات بأنه نفق العسكريين. يا سيادة المحافظ شنو قيمة تشيس الاسمنت من أجي أنا هاي النقر اللي موجودة وأسويهن وعالج هاي النقر؟ هذا بقلب الولاية والنجف يا أخي معلم سياحي ديني، زين أنت منسوب الماي ما مسيطر عليه جاي يصعد بي منسوب ماي أشغل الغطاسات؟ والله ما يراد لها واحد يطلع يسولف علي. المدير البلدية وين؟ المسؤول عن الطرق والجسور وين؟ الصيانة كل سنة تطلع بملايين أو مليارات للجسور وللأنفاق، وين تروح؟ والله ما يحتاج لك شيسين اسمنت، قسما برسول الله شيسين اسمنت أطم كل النقاب وأسويهن مذكر. يعني أنا دليكم بهذا الطريق شنو قيمتهن؟ ما أعرف والله ما أعرف ليش هيك جاي يصير بينا، ما أعرف والله. طسيت بطسة ساشل عاد قلبي. سيارات العالم ببلاش، زين هاي العالم ما لها فد احترام، زين سعوف الاحترام. هاي المليارات اللي جات تنصرف على الصيانة مال الطرق والجسور وين تروح؟ نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا بهذا الموضوع. كشف ناشط عن فساد في أحد المشاريع الرابطة بين محافظة النجف ومحافظة بابل، دعونا نستمع. تصور السيد المسؤول والأخ المقاول بأنه هو بعيد عن الرقابة الشعبية. هذا هاي المنطقة صح تابع الحدود الإدارية لمحافظة النجف الأشرف، وتابع هذا المشروع إلى هيئة أعمار النجف، لكن هي أقرب إلى محافظة بابل. هاي بصفرة بصفنة القاسم عليه السلام، قضاء القاسم. يتصورون ما راح نوصل لهم بالفساد بالإهمال المتعمد بهدر أموال محافظة النجف. شوف هذا المشروع تبليط ودفن وغيرها تقريب 5 إلى 7 كيلو، وبيد قناطر مثل هاي تقريب 9 إلى 10، يعني قنطرة جسر صغير. هذا يكون بالتندر هو جسر كونكريت. شوف وين الشيش كل تفلشن. شوف أمام أنظار السيد المحافظ مدير أعمار محافظة النجف، من المسؤول هنا ناحية الحرية العباسية، احنا بالأطراف ما ناحية الحرية العباسية. شوف 9 قناطر كلها مفلشة مثل هاي. هذا شقد صارها شهر من صبوهن أمامكم. شوف الدفان، دفان الدفن مالته ما بكلا مليار هذا المشروع، يقولون 3-4 مليار هذا المشروع، لأنه الطول مالته 9 كيلو أو 8 كيلو. الجسور كلها تفلشت صار شهر، الدفن مالته التراب ما حد له. دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أوراس إسماعيل الدليمي يقول: صار 3 سنوات شركة أهلية ويضحكون على الناس، ضحك مشاريعهم فاشلة. علاء الخزرجي يقول: دمار مو إعمار، جاي يصير بالنجف مشاريع كلها فساد وبوق، حسبي الله ونعم الوكيل. تعليق من حسين العامري يقول: المحافظ يدري شركات عاوية ومخليهم يشتغلون، ليش الله أعلم. وأبو حمزة الياسري يقول: يمكن الجماعة يشتغلون بإسناد من حزب لو مطمنين أنه ماكو رقابة، بس المعجبني شلون المشاريع تسلم
بدون ما يفحص أو يفحص المشروع، لو هم غطي لي وأغطي لك. معنا السيد أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي حياك الله. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي العزيز، فمن أمن العقاب أساء الأدب. نعم. الجماعة يشوفون ماكو رقابة ولاكو عقاب ولاكو حسيب ولاكو رقيب. نعم. يفعلون ما يشاءون. بعدين ذاك اليوم، ذاك اليوم مطار النجف غرق. ها. مطرز غيره. نعم. مطار النجف غرق. مو بس النجف، مطار النجف هو العراق كله مع أقل زخت مطر. لا 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 لا، بس مطار يا أخي مطار. نعم. مطار يغرق، مستشفى بالديوانية تغرق. ما كنت شيء. هي دولة الواق واق، وإن شاء الله قربت أيامهم. يعني إحنا جاي نحسب. نعم. ما باقي لهم شيء دول المديشات والعصابات. خلي نسولف شوية أبو علي على ملف الخدمات والطرق والإعمار وغيرها. يعني إذا كنت حضرتك تتكلم عن قضية الأمطار والزخات المطر اللي تؤدي إلى غرق وفيضانات في مناطق، ليش ما يتم الاستفادة من هذه المياه في معالجة أزمة نقص المياه الحاد الذي لدينا؟ استفادة من هذه المياه في سبيل الري أو رفع مناسيب الأنهار أو البحيرات اللي تحولت كثير منها إلى أرض قاحلة. يعني ليش ماكو خطط موضوعة من أجل الاستفادة من هذه الخيرات الطبيعية في سبيل معالجة الأزمات الداخلية اللي عندنا؟ ماكو أخي، ماكو يعني ناس، مو شغلتهم. احنا نقول دولة مو شغلتهم. نعم. دولة مع الحسينيات مو مع الدولة. ماكو كفاءات، حتى اللي عنده كفاءات ما يطوا مجال. هم وكأنما هم جايين للخراب، جايين. نعم. للدمار، جايين للبوق والنهب والعمالة والخيانة. مو شغلتهم أخي. يا أستاذ محمد، شغلة مو شغلتهم. طيب يعني بس عند نقطة بهذه الجزئية اللي تفضلت بها، يوم اللي زار باب الفاتيكان العراق، طبعا شخصية مثل هذا زار العراق ووسائل الإعلام سلطت الأضواء على العراق وعلى هذه الزيارة، سارعوا إلى عملية تجميل المشاهد الغير لائقة الغير جميلة القبيحة إذا صح وصفها في العراق، وقاموا ضمن الخطوات طبعا السريعة قاموا بتبليط أو تعبيد طريق 15 كيلو طوله خلال 7 أيام، وكنا قد عرضنا هذا المقطع في وقت سابق، أعتقد كان من محافظة ذيقار. يعني 15 كيلو متر بلطوه خلال 7 أيام، يعني هنا هذا الدليل أنهم عندهم الإمكانية أنهم يسوون تبليط، أو عندهم إمكانية أنهم يعبدون الشوارع يجهزوها حتى تمشي عليها السيارات بشكل مريح. ليش لما يجينا ضيف إلى العراق، ليش لما يجي شخصية ممكن تفضح هذا الفساد والفشل يسارعون إلى الترقيع مثل ما صار بالبصرة مع بطولة خليجي 25؟ أسعد العيداني قام رأسا بلط الشوارع وقام حط من هذه القطعة اللي أخفت وراها العشوائيات والبلاوي. ليش من تصير عندنا حوادث معينة يبدون يشتغلون؟ مو يتعرون، مو يشوفون نفسهم جاي الفاتيكان وغيره راح يتعرون دول الميليشيات. بس هم أخي هم يعني العراق ذي إمكانية عمار وكذا، بس هم ما يريدون يعمرون أخي، ما يريدون يبنون. يا شعب العراقي افهم، دولة ما جايين للعمار، جايين للخراب، جايين يبوقوك وينهبوك. نعم. هاي لا أكثر ولا. شكرا جزيلا سيد أبو علي من لندن، أشكر حضرتك للمشاركة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. لمصلحة من تواصل السلطات في العراق إنكار عمليات الإخفاء القسري وإنكار حجم هذه المشكلة كما تقول اللجنة الدولية المعنية بالإخفاء القسري. ولماذا لا تحاسب السلطات في العراق على خرقها الدائم للالتزامات القانونية الدولية والقاضية بحماية المدنيين من الإخفاء القسري؟ وهل يتوقع المجتمع الدولي أن تعمد السلطات في العراق لاعتبار الإخفاء القسري جريمة قائمة بذاتها في التشريعات القانونية العراقية؟ هذا ما سنبحثه في برنامج طاولة حوار.
أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. وردتنا رسالة عبر تطبيق الواتس أب من السيد أبو مالك من أمريكا، يقول: أستاذ محمد، تحية لك ولجميع كادر القناة. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا بقى الشعب العراقي يتظاهر كل من حسب مطالبه لن يحصل هناك أي تغيير. فرضا تم تعيين خريجي التربية لسنة 22، ما مصير خريجي سنة 23؟ سيصبحون أيضا عاطلين عن العمل. النظام في العراق يحتاج إلى تغيير شامل، لأن هذا النظام يعتبر عبارة عن ميليشيات، لأنه لو ما هذه الميليشيات، هذولا عن بكرة أبيهم ولن يبقوا يوما واحدا. ولذلك يجب على الشعب العراقي أن يخرج جميعا بمظاهرة موحدة، لأن مصير العراق مرهون بوجود هؤلاء الذيول والفاسدين. وشكرا. طبعا مصير العراق مرهون بوجود هؤلاء، هو القصد أو الفكرة يعني أنه يجب الخلاص من هذه الأحزاب، بحسب السيد أبو مالك من أمريكا، الخلاص من هذه الأحزاب ومن هذه الميليشيات لكي يرى العراق النور، لكي يرى العراقيون النور. خاصة وأنه أيضا سيد أبو مالك ينتقد هذه المظاهرات ذات المطالب الثانوية، خاصة وأن العراق الآن يعاني من أزمات كثيرة. إن عولجت أزمة معينة فهناك أزمات أخرى لن تعالج، وربما لم تعالج ولن تعالج، وبالتالي يجب أن يكون هناك هدف موحد لهذه التظاهرات بحسب السيد أبو مالك من أمريكا، من أجل الخلاص من هذه الأحزاب. نصل الآن مشاهدينا إلى فقرة إنفوغرافيك. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على ذكرى احتلال العراق، حيث تعرض الشعب العراقي على مدار العقدين الماضيين للإبادة الجماعية والإرهاب والفقر والتشريد والتهجير القسري لكثير من أبنائه ومدنهم التي أصبحت منزوعة السكان بفعل الميليشيات الموالية لإيران وأحزاب السلطة. دعونا نتابع. مشاهدينا، نصل الآن إلى فقرة الهاشتاج. تفاعل مغردو العراق مع وسم ذكرى احتلال العراق مع مرور الذكرى 20 لاحتلال بغداد والغزو الأمريكي له أو لها، حيث لا يزال المواطن العراقي يعيش بمعاناة مستمرة وخيبة أمل من الحكومات المتعاقبة. جئناكم ببعض التغريدات. منصور الجغيفي يقول: ذكرى احتلال العراق، بغداد لم تسقط لكن دخلها الساقطون. يوم 9/4 أسوأ تاريخ في حياة العراق خاصة والأمة العربية بشكل عام. نور تقول: ذكرى احتلال العراق، في هذا اليوم 9 نيسان 2003 دخلت جيوش الغزاة العراق حاملين معهم كل العملاء والخونة بعد حملة من الذرائع والحجج الكاذبة لغزوه، تم تدميره واستباحة أراضيه
ليخيم عليه الموت والخراب طوال 20 عاما. محمد فوز اللامي يقول: 20 عاما على احتلال العراق، والنتيجة أننا نعيش في زمن أقل وصف له، أنه وصمة عار بتاريخ كل من دعم وساهم ووافق وشارك وقبل بهذه الكارثة التي أدت إلى رجوع العراق إلى العصور المظلمة. تهدمت الدولة وتهدمت معها كل أركان الحياة السياسية والأخلاقية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية إلى آخره. تغريدة لدينا من محمد يقول: 20 عاما على الاحتلال، القتل، التهجير، تهديم البنى التحتية، ظهور الميليشيات الطائفية، انتشار المخدرات، تراجع التعليم إلى أدنى مستوياته، فساد إداري وأخلاقي، بلد منبوذ من الجميع بسبب الطبقة الحاكمة. مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.